هاي جايز، كيفكن؟ رجعنا لكم بفيديو جديد، وهو رح عم نحضر حلا السميد، وهو المعروف بليالي لبنان. اول شي بدنا المكونات، بدنا معلقتين كبار من السمنه، كبايه سكر، كبايه من السميد الخشن، وكبايه حليب. وهلا اول شي منضيف السمنه ومننطرها لحتى تذوب بهيدا الشكل. وهلأ وقتها تدوب السمنة منضيف السكر، وبعدين منضيف السميد، ومنضلنا عم نحركهم لحتى يتكرمل السكر. منضلنا تقريبا هيك عم نحرك لحتى يبلش لونه يتغير، مثل ما شايفين معنا هون اللون عم يتغير، وهلأ صار لون ذهبي. ووقتها يصير هيك اللون منوقف تحريك، رحنا ما بدنا اياه ياخد لون كتير. وقتها هيك يتغير لونه معكم، منبلش منضيف الحليب شوي شوي، وانتبهوا تحرقوا حالكم. ومنضلنا هلأ عم نحرك تقريبا لحتى يتماسك شوي مع بعضه المزيج، مثل ما شايفين بالفيديو عم نضلنا نحرك. والمزيج ما لازم يطلع كتير مريق او سميك، اذا طلع معكن سميك فيكن تضيفوله نص كباية من المي. وهيك عنا بتكون الطبقة الاولى جاهزة، وهي ما بيأثر اذا لزقت شوي، هي هيك اصلا بتلزق شوي، ومثل ما شايفين منوزعها على كل انحاء الصينية بالتساوي. وهلأ بدنا نحضر الطبقة الثانية. المكونات بدنا 6 معالق كبار من بودرة الحليب، أو فيكن تضيفوا كبايتين من الحليب من دون ما تضيفوا مي، وبدنا 2 كبار من النشا، 2 كبار من الطحين، 2 كبايتين من المي، 2.5 كبايات سكر، ونص معلقة صغيرة فانيلا. وهلأ طريقة التحضير. أول شي منضيف بودرة الحليب، وبعدين منضيف النشا مثل ما شايفين، وهلأ منضيف السكر، منضيف الماي، وبعدين منحركهم كتير منيح لحتى الكباتيل يروحوا. ووقتا يروحوا الكباتيل منشغل عليهم النار ومنبلش نحركون، وضروري كتير انه نضلنا عم نحركون عشان ما يكبتلو معنا، يعني طول الوقت ورحنا عم نحضر هيدي الطبقة لازم نحركون. ومثل ما شايفين وقتها تبلش تجمد بهيدا الشكل، بتكون عنا الطبقة جهزت للتقديم. فدغري منطفي عليهم ومنحطهم فوق المزيج اللي حضرناه انا وياكن قبل، ولازم نوزعها بشكل متساوي بكل أنحاء الصينية عشان يطلع شكلها حلو مثل ما شايفين بالفيديو. وبدي قلكن شغلة كمان، إنه هيدا الحلو عنده عدة طرق للتحضير، في منهم بيعملوه بطبقة وطبقتين، هحطلكن الروابط تحت إذا عملناه. وهلأ أنتو فيكن تزينوها بلوز أو فستق، رحنا هون حطينا شوية سبرينكلز وبلشنا نقطعها على شكل مربعات بهيدا الشكل، وهيك بتكون جاهزة للتقديم. ما تنسوا تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وشير. See you on the next video. Bye.